المريضة منتهى كانت تعاني من تلف شديد في الصمام الأبهر، وحقيقة كان مؤثر جدا على عمل القلب. المريضة يعني مريضة شابة يعني في مقتبل العمر، وبقاء الصمام بهذا الشكل أكيد راح يؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل على عمل القلب وعلى أداء القلب. أصلاً أول ما يعني حسيت إنه عندها هي هذه الأعراض أخذنا لها سوينا لها إيكو، اكتشفنا هذا الموضوع، فحاولنا قالوا بلكن تصير العملية يعني بدون تداخل جراحي، دزينا أوراق للخارج التركية كذا، قالوا ما بها مجال يعني لازم تداخل جراحي، يلا نقدر الخلل اللي بالصمام يقدرون يسووه. فاجينا جبنا أوراق حولنا اللي جاي، سمعنا يعني سألنا عن المركز وعن الأمهر الأطباء اللي بيه، فاجينا اللي جاي والحمد لله العملية تكللت بالنجاح، وكل الشكر طبعا للكادر الموجود دكتور علاء والممرضين وكل الكادر اللي موجود بمركز القلب النجف. في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الأعمار احنا نفضل استخدام الصمامات النسيجية اللي يعني عادة تساعد المريض على ممارسة حياته الاعتيادية، لا سيما يعني للمريضات بها كذا أعمار. ف يعني تم القرار انه اجراء العملية وادخال المريضة الى صالة العمليات. استخدمنا صمام حديث من الصمامات اللي تدوم اطول فترة ممكنة، الصمامات النسيجية. الحمد لله والشكر يعني اجريت العملية بنجاح، كانت فترة العناية المركزة فترة سلسة جدا، لم تحدث فيها مضاعفات تذكر، وتم اخراج المريضة بسلام من العناية المركزة، وهي الان تعود تدريجيا الى حياتها الاعتيادية بأقل ما يمكن من الأدوية اللي ما تأثر على حياتها إن شاء الله. طبعا أشكرهم كل الشكر، وإن شاء الله أصير أحسن بفضل الدكتور علاء، وأشكركم كل شوي.